ከመጀመሪያዎቹ ሰሃባዎች አንደኛው የነበረው ኢትዮጵያዊው ቢላል የመጀመሪያውን አዛን አደረገ። እኛም በስራቸው ታታሪ ርዝቃቸውን አክባሪና ታማኝነታቸውን ማስመስካሪ ለሆኑት ፍላጎታቸውን ልናሟላ እስከዛሬ በቅርንጫፍ መስኮትና ቅርብላቸው የቆየነውን አገልግሎት በማሳደግ የሸሪዓው ኮሚቴ ባጸደቀው መሰረት የመጀመሪያውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ በቦሌ ሚካኤል ከፍተን ቢላል ስንል ሰየምነው። እንዲሁም ከ30 በላይ ቅርንጫፎችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የከፈትን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም በሁሉም ማቅጣጫ ለደንበኞቻችን ቅርብ እንሆናለን። ለተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يتكبراتشوه يا أفريكاتي بيتكتاتايوش የጥያቄና የመልስ ፕሮግራሞቻችሁን የተጠባበቃችሁ ያላችሁ ሁሉ ዛሬም ያላህ ፍቃዱ ሆኖ ከእናንተ ፊት ቀርብ ያለሁና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛው መልስ እንዲወፍቀኝ ለእናንተም ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን ምሰጥ አላህ እንዲያደርገኝ አላህን እየለመንኩኝ ጥያቄዎቻችሁን በሁለቱም ስልኮች እንቀበላለን ኢንሻአላህ። በዋትስአፖችም ሆኑ አሁን በእኔ በግል ቴሌፎኖቼ በዚህ ሰዓት አትደውሉ። አብዛኙ ሰው እዚህ ተቀምጬ ቴሌፎኖቹ ጋር ሲደውላ ያለሁኝ ይሄ ምንቀበልበት ቴሌፎን የቴሌቪዥኑ ቴሌፎኖች ላይ ብቻ ነው። ጀዛኩም الله خيرا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. እየተሰማ አይደለም። እሺ ላፍሪካ ቪዲዮ። አሎ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አይዋ አይሰማም? አልተናገርክማ። ጥያቄ ነበረኝ። እሺ አሎ ንገረኝ። ብር ነበረኝና ማለት ነው ከ100,000 በላይ ነው በኢትዮጵያ ማለት ነው። አይዋ እና ዘካ ቁቁ በስንት ነው የሚወጣው ማለት ነው? ማለት ነው ወጅበታ ነው ይስተናል። በየ40 ሺ ይወጅብበታል። በየ40 ሺ ብሩ ይወጅብበታል። የሚወጅበው ደግሞ በየ40 ሺ ብሩ 1,000 ብር፣ በየ20 ሺ ብሩ 500 ብር፣ በየ10 ሺ 250 ብር ነው። ቁጥሩ መጠኑ ስንት ሲመራ ነው የሚወጅበው? ምን አልከኝ? ቁጥሩ መጠኑ ስንት ሲመራ ነው የሚወጅበው? ድካው ማለት ነው። እሱ አይታወቅም። ቢያንስ ከ10 ሺ በታች ካልሆነ ይወጅብበታል እያሉ ነው መሻይኮቹ። ቢሆንም ግን ያንተ ምንም ኺላፍ የለውም እንደሚወጅብበት። ያኔ አሁን ቂማው ይህን ያህል ሰው ይታወቃል። እኔ አሁን ከመቶ 20 ሺ ብሮ የሚወጣው አሁን ያልኩህን አልሰማህም እንዴ? ከአርባ ሺህ ብር 1,000 ብር፣ ከሀያ ሺህ ብር 500 ብር፣ እንደዚህ ነው የሚወጀው። በዚህ በየአርባ ሺህ ብሩ አንዳንድ ሺህ ብር ማለት ነው። ሽብረን ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ነበረኝ። በሀገራችን ሰራተኛ የሚባላሉ ወይም ደግሞ በአማራ ክልል ጉዳይ ያሉ ይጠሯቸዋል እና እነሱ ከሸሪዓ አንጻር እንዴት ናቸው ይባላሉ? ላላ እነዚህ ጋጠ ወጦች ናቸው። እንዲህ ያለ ስያሜ ሰው ሰጥተው የሰውን
مورال لنا مبت لما الشماكك عاد الرقوتنجي اندازي هاللم ميبال بإسلام يلم عين ناس هلوم لا يلا بزر ميمت عين ناس يلم بزر من نسا قليل دين أو بلو تبلو يقليل زروج بتقل اللام ميبال يلم وكنا ياتم يهيك هنا يواناو منشو آدم ليهونو نو مالتنو يسو زر بتقل الله عند زرنو يا زر بزر يهمت بزر اندازي هارقال ميبال يلم عينو جن ليقودا يميشل سو لنوري چلال هلو ما دلن بغمو يتوسن سو لتوسن سو ليقودا يشلال مالتنو عين حقنو عين ناس حقنو عين عين قدات حقنو جن بزر مسيم بزر يتوسنو أكالو اتشن مسيم بإسلام بوتا يلوم ونجل منو الله زندم يستيقال من الباتم يتوبيا ورس هقلي وطا يشلال بلنو من ناس بلن ميازك ميكالكلو أنا هواك أملا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نقول نمنا ترو منو هالكي؟ طيب مية قبل صوتي بالواقع وهنا ملكت الله تعالى لو عندهم وهنا يا مرة تبغى رمنا الله تبغى مس يا مس لا لا سو السنجدي هندهون يتعاونوا جنوم لتجاوت باتشوا السوزن بلو جنوم زاروم من دزيو سو سلمي أبا سلمي أتللو ما تأيام سلمي أدرجو يسوي تشين سميت بس تتلاقي يالون سميت هالشون يبلت على ما أنت بارك سلمي سرانجي يهيب تككل يتهم ما وسو يعسام ما ونسو نجر ما له تايد لنا ستهتنا وياه. I am not a man. السلام عليكم. أفريكا تي في؟ نعم. أفريكا تي في نو. أفريكا تي في. أو. من البعض زناب لي هوني تلال إنجليها كابيو. لمن ندون على كما هنا هون يا اثيوبيا سلكم بيقولوا ليش ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه ما تعدوي لي نبرين يا لاغني سنه اني تنش تياك فلقي له ايوه لي شي اسمه الله صلى الله عليه وسلم عمرني اي كبدال يسيت لي ميكار إكر وانجلي اللو بيكار وانجلي اللو غرزات كغرزت كتغرز ما غدات ميامتا لغرزات يغرزالوا عند عند اكبابي مولد اسكميساناچو درس كتدارلا كتداراچو اسكمياسفرس درس يميادرس غرزات يغرزالو نو ميبالو يهي بتام كفتنيا وانجل نو طنقاقي مدرج علبت سوما او ساينس إن دزانو هلا إن دزانو من أجاكر هلا إني شريانو طيب كده شريانو شريانو إسلامنا إن دزيه ملو عشان ميها ولا تنهي كيانو يتورى وريم تنش أفلاي نكياتنا ونجي قاتش إن دات تياتنا ويالوت أيوة ما شاء الله جزاك الله خيرا في الجنة قلزة عايفة قديم مالك عدله عدله بزورتنا دقنا عايفة قديم متهدى لهني ጥንቃቄ ካተደርጎም አይገረዝ ከሆነ ክልክል ነው ጥንቃቄ አርጎም ይሆን ከሆነ ችግር የለውም ብትገረዝ ነው
ወንጀል የለም ለሐራም ለሐራም አይደለም ያው ጥንቃቄ ያደረገው ግርዛት ነው እሱ ባለሙያ ነው አዎ ባለሙያ ቢገርዝ ችግር የለውም ወንጀል አይደለም አላህ ሸሪዓው ወንጀል አይደለም አይደለም እንዲያውም ይወደዳል የሚሉ ዑለማዎች አሉ ኸላስ ኢንሻአላህ ኸይረን ጀዛከላሁ ኸይረን ጀነ ያው ያኒ ኸላስ ጥንቃቄ ካደረገ ወንጀል የለውም ግን የቀራ ወንጀል የለም ከቀረ ወንጀል የለውም አብሽር ኢንሻአላህ ባረከላህ ጀዛከላሁ ኸይረን ጀነ አሚን السلام عليكم إثيوبيا أيوة أيوة السلام عليكم سعودية الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك الحمد لله اعطيتي افريكا ايوه استاذ طياقي نبرني اها اماتنا اباتي في جابو نكحل نبراتهم سيجابو يبالما ايش نكحل نبراتهم 6 لجوج ولدوال منين نكاح ساينور سبحان الله يا ربي يا ربي 6 ስድስት ልጆች ወልደዋል ከዛ ስድስታችን ከተወለድን በኋላ ነው በፍርድ ቤት የተፈራረሙት ማለት ነው እና እኛ ደግሞ ባለማወቅ እኛ ስንዳ እንትን ብለውናል አባታችን ነው ወኪል ሆኖ የዳረን እና የኛ የልጆቹ ኒካ የኛ ኒካ ትክክል ነው አዎ ስለማታውቁ ችግር የለውም እናንተ ያን ጊዜ ተገኝቶ ማንንም ሰው ይሄንን አስተካክሉ ይሄን እንዲያርጉ እንደዚህ ያላችሁ ሰው የለም ከለለ እናንተ ምንም ታረጉት ነገር የላችሁም በጊዜው አለ በሚባለው አባት መስሏችሁ በአባትነቱ እንዲድር ተደርጎ ተገብቷችኋል እናንተ ኒካህ ምንም አይደለም ኒካህ እንዳላደረጉ እኛ አውቀናል ግን ያው በፍርድ ቤት ስለተፈራረሙ ማለት ነው በቃ እኛ ያው ተጋብተዋል ተስተካክለዋል ብለን እኛ እንደሞ ሲድሩ ማለት ነው አባታችን ነው ኒካህ ይሆናል እንትን ወኪል ይሆናልን ታውቁ ነበር እንደዚህ አባት ያልሆነ ሰው ሲድር መዳር ማለት እንዳልሆነ ስለዚህ ለዚህ ነው ስለማታውቁ ኒካሃችሁ በዚያን ጊዜ እናንተም ሆናችሁ እነሱም አውቀው አይደለም እንዲያውም ምናልባትም ይሄንኑ ራሱ እንደ ጋብቻ ቆጥረውት ይሆናል ያከባቢ ሰዎች እንደ እንትን ያጸደቁላችሁ ስለዚህ አው በቃ በደንብ ነው ተደግፎ የተዳር ነው በቃ ያው አባት ነው ተብሎ ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔ ተቷስ ሰማ ነው ይሄ ነገር ለቃ እንትን ያው እነሱ ኒካ ስለሌላቸው እኛ እንደማይወክልን ያወቁትም እንጂ አናቀም ነበር ሊድራችሁ የሚገባው ሸሪዓ ፍርድ ቤት ወይም የእናቶቻችሁ ቤተሰቦች ነበሩ መዳር የነበረባቸው ስለዚህ የእናቶቻችሁ ቤተሰቦች አብረው ነበሩ አይደል አው አው አብረው እየተገኙ ነው የሚድሯችሁ አው አሁን የኛ ኒካ ትክክል ነው ወይ ድጋሜ እንዳዲስ ነው ማድረግ ያለብን ላላ ተውት የሁሉ ቤተሰብ እንደገና እንትን ተብሎ አላህ አፈላሁ አማ ሰለፈ አላህ አፉ ይበለን ኢንሻአላህ በቃ ኒካችን እንደምንቀጥልበት ትዳራችን አዎ ይሄ አባታችሁ ወገን የምትሉት ቤተሰብ ግን ወገን አይደለም አባት አይባልም በፍጹም እንደዚህ ያለ ነገር የለም እሺ ኡስታዝ ሁለተኛ ደግሞ ጥያቄ አሁን ዙሁር ሰላት ስንሰግድ ማለት ነው እንትን ቀብልያ ባዲያ የሚባለው አለ አሁን ቀብልያ ብለን 40 ረካ ስንሰግድ ሁለት ረካን ምንሰግደው ወይስ አራቱንም ልክ እንደ ዙሁር አድርገን ነው ምንሰግደው ላላ ሁለት እየተቀመጣችሁ ያሰላመታችሁ እንደገና ኢህራም ያደረጋችሁ ሁለት ነው መስገድ ያለባችሁ ፋቲሃና ከፋቲሃ በኋላ ሌላ ሱራ እንቀራለ ሁሉም ላይ ያው አራቶቹም ላይ ይቀራል እሺ ውትር ሰላት ደግሞ ኡስታዝ 11 ነው ጎዶሎ ናቸው አይደል 11 9 7 5 3 1 አዎ አሁን እንደሱ ስንሰግድ ማለት ነው እያሰላመትን ወይስ በቀጥታ ነው የምንሰግደው አሁን ተወሱ ሲሰግድ ማለት ነው ልክ እንደመግረብ አናቋርጥም ተወሱንም ባንድ ላይ ነው የምንሰግደው ያቋርጣችሁ ሁለት ያቋርጣችሁ ከዚያ አንዱ አለ ብቻ ነው መስገድ ያለባችሁ እንደመግረብ አንዱ መስገድ ከተቀራረ እንዴት ነው
هلوم لاي فاتحة النا ليلة سورة فاتحة النا ليلة سورة الناس قتل عدن أو إيش يعدها صلاة من دزاؤنو ليلو تسونا صلاة وشو لا تشو من دينا تشو إيش أستاذ أمام مسجنا الله يسلم الله دميتني على سمو بس أم نموذج والله أستاذ الله يبدأ جزاك الله خير الله يبدأ إيش لو بارك الله فيك جزاك الله خير نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أها. أيوانا تيجي نبرين ما؟ آه. عندنا برا أيوانا باكسون يا سيد رئيسنا لفقولنا يعني جمرنا نبرنا. أيوة. كذا مجرد هاي كاركان عشان فنانين ما فوصلت كفيانة كفرنا كذا مجرد هاي شتو ميوتو صوتي عندنا صوتي لوكا ما هكالاتي ما دخلوا اشي كل في شتو مدري ايه بالو يتعشون شتو اكسيون شتو يتعشون شتو ما دخلوا اكسيون شتو ما دخلوا اشي نزل شتو كميجو لاي دمو يتعمم يتعمم زكية بلو حاشور و هفته شور اندی که فرو یه میگه تو سوچه اندی که الان یه میل عمل که کردالو آن جندو شود ما مال نه ماشین چی نیه هنون میه و میتونی است کاراست ناتو جا گفتن نمبر نه اندی چی تیا سویو یه نیت گفتو بنی بوتا یه میمتا و نادیسون سویه اینیگار کتاس مام موعن زبته چه ماری نانته أسر شيء وهاشي تا الناس كفل علينا على شو؟ قماشون دزير قماير ماي هون سلم مايلو تعلم سلم ميلو تنو. لا من دنا ولا لو هن نمي أسكفلوت. يتا يا مسجد يا ربي يا مسجد يا ربي بس أنا ولا ما تونا يكفل نوم ولا سني يا ربي نزوج. Kahala metau no, mana tak cun nazar ni macam mana tahun ni ada ni tu je kau pelan aja kau, kalau saya lemben, ya tak itu ye kalau bermilau kerak kerakin. La, nazar ni cuma bagai ni tagel gulut, itu asalnya terfahat terfau hidawan. Adi suye mimat awsau iya gin, thadel dulu, masarat thadulu, anda om fokus asarto, mana mana al kono mimat aw ham gham yel lebet. سلازي ينن عم بتشاشتن سلكو ينن دوكمنتن يتم هيد وتعورد سان اللي هنيا سلم الناس فسم لزي لزي عقل قلوت يمي هون يهني هالكفل ببال بزوج قري الله عي مسلني يا عقل قلوت نومي له تني هم عقل له نزي هالو نجروش ندارلو يا عقل قلوت لا أكسيونو ملا مهابرو لا استدادرو يمي هون لا من يمي هون يسم مازور يام بلو من بلو يمي وصلت نجار الله عندو سايف هذا يلفات أشوم بيوسدو يعقل قلوت بيوسدو يمياسكلك كل نجار يا الله مثلاً يبلت أجن دو عدي سوا عليك الله شوف مشاي خوش مول توال بيجي سفرون نسون تيجوا جزاكم الله خير مرحبا شكراً السلام عليكم طيب ما في اتصال ما شاء الله الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيوة الحمد لله رب العالمين عاد تيجي نبرني سويو ديرك كفافلو فوق سارة. اها. ديرك كفافلو فوق سارة وين مكينة جزا؟ وكذا يصب سنة نزل سارة ونزل تام على قلب. متى كم يشلان دولا ديسو؟ اي. ايه بحرام يتجن بحرام يتجن جنزبوش بحرام يتجن جنزب
ايش كتبته بحالا كتبته بحالا من هنا على التلفزيون انت اناني ناناغري كتبته بحالا يعني النبرتون من يدركو متقم يشلل كوس نو اتجك شو طيب يهي يهونا جنزبن الله سبحانه وتعالى بكلكلو مسمر عاقنتو كزيا وهلا توبات يادرق سو ما ادرق ياللبت يمجمر ياون يسو يرا رأس المالو ويمكاب بثالو يسو وانا ينبرتشون وسلو كزيا وجع اللون جنزب بمولو كراسو معوطات هاللبت ماذا كما يسلم حرام عدل يلزمه التخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير نو لخير بوتا بمولو بموتات بولد بخمر بتلايو يمتو جنزبوك أمام الله عند أستيكو كتفلق راس النزع مادرق على اللبت كزيع يشلال سوس أوجه الخير خير بوتالاي موال يشلال منهم تجري اللوم من البات مسجد لا يهون يشلال لنجي كزيال إلى بالله وتجري اللوم لديهوش بيسات منهم تجري اللوم توبته بالتصدق به يلال صدق أبا مستثنو توبة مدرقو زاد المعاد مبال تلق عالم من القيم كتابنا وزيالاي بحرام يمتان جنزب لمسالي بتلايو حرام نقر لا يكويش سيت جنزب عسبع سبع بيهون وين بولد ينقر ينبرا سوية جنزب سبسو بيهون وين سرقو ياكماتشو بيهون عجبر برو قبو وصلو بموسنا مدامن يمتان جنزب ودع الله سبحانه وتعالى لما اللس كفلق ما توبتنا ويعلبت توبتو دقمو يمجمرا يهنن يوسدون يانساون ياجبربرون وين بحرام يامتاون جنزب كراسو نزعرقو وده بقوا دراغوت ملاك اللبت نوميلو السلام عليكم سعودية عليكم السلام ورحمة الله ايوه افريكا تيبي افريكا تيبي نوعو ايوه 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 وتر قلت صوت عند لا يتزرقون متسجدوا يتنقلوا وتر عند متسجد كونا ما تشس بتاعونو متسجدوا صوت متسجد كونا ሁለቱን መጀመሪያ ሰግደህ ከዚያ አንዷን ለብቻ ትሰግዳለህ አምስት متسجد كونا ሁለት ሁለት እየሰገድክ ተሄድና አንዷን ለብቻ ትሰግዳለህ እንዴ ያረክ ነው ሙተደው عندوا ويتر مالت نتلا مالت عندوا نتلا بتشوان نو مسجد ياللبات نعم السلام عليكم إثيوبيا عليكم السلام ورحمه الله ايوه رياكي نبر ايوه طياكي من نبر يا مسلم هوتيل يلم يا مسلم سقا بيت يلم قال كل ليلا بوتا لي فتاو عند سمسنا لمنا من نغر طافو ميبروا وند موت قالوا عند عند موتنا ايه نغر انديت نو بي يسايقاتهم مبرات كلا بلوا قال يالو وند موت يبلوا نو اره انداو يتشالال يتشالال بيبالم انداو ني ارغطانيا ني ليلا نغر اسبو قال هونه بسكر يتشالال بيبالم بتككل استماماني هونه بإسلام أو إسرائيل تسا تعرض يالله زيادة مبلغ تويكابدال لما نجوم
يا أهل الكتاب وش إرد يبللنا أهون هول جزية متتأيقوت هول جزية يتنجرنا يا أهل الكتاب وش يردو ترد حلالنا قرآن يالو نجرنا نبي صلى الله عليه وسلم جب جاهد وتجابزه بل توال شجر يلهم ببلا قل لم دنهم ببلا ومولتو ليلاو أكبابي وعقر لاي نيتوبيا هلتو هاي ما نوتو كمي اللي يوت ببين لوانو بس قانو تفلو اسكمامن درس بدرس بتعقر لاي أنت كريستيان لكو عند هزه هدهكم تمهن عنجرق كوفيهان تمتعمهن عدرق إزيا سون شوبها وستمتاس قباو لم دنو دع ما يريبوك إلا ما لا يريبوك كذا بحالا متو سوچ عندنا متو متأيكي هلم يسو نگر توت يسو كو كريستيان لكو عند هستكم آيتانوال لكو كريستيان مقبية سيقابا آيتانوال نوميلو من يارق الله چو هلزي شوبها لاي عند حكمك فلقات شهقين بزوق زيني تناقركوتن يبتشار اللهم ليلو وشم علمواتش ناقر اللو عندان دوچن ديو ما يهون أهل الكتابنا نبيلوم بفسو ما يهون بلو مين بميلو اللو أني جيني فنال شجري اللهم ببلا لمنهم بالله بلو ما سوق جزم يستيل نقر عيد اللهم جين يهنن على ما درقونهم يبلتونه جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا الشيء جزاكم الله خيرا كرفت بوهلا كتنش رفت بوهلا انما اللي سلم بزوات راقو ان شاء الله كمجمريوچو صحاباوچ አንደኛው የነበረው ኢትዮጵያዊው ቢላል የመጀመሪያውን አዛን አደረገ እኛም በስራቸው ታታሪ ርዝቃቸውን አክባሪና ታማኝነታቸውን ማስመስካሪ ለሆኑት ፍላጎታቸውን ለናሟላ እስከዛሬ በቅርንጫፍ መስኮስና ቅርብላቸው የቆየነውን አገልግሎት በማሳደግ የሸሪዓው ኮሚቴ ባጸደቀው መሰረት የመጀመሪያውን ከወለነጻ የባንክ አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ በቦሌ ሚካኤል ከፍተን ቢላል ስንን ሰየምነው እንዲሁም ከ30 በላይ ቅርንጫፎችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የከፈትን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም በሁሉም አቅጣጫ ለደንበኞቻችን ቅርብ እንሆናለን ለተሟላ ከወለነጻ የባንክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወለነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት ጀመረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሸሪዓ ፋይናንሲንግ መርሆች ላይ የተመሰረተ ከወለነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት መጀመሩን ስናበስሮ በደስታ ነው። አንቱ የተባሉ የሸሪዓ ምሁራንን ዶክተር ጄላን ከድር ሼህ መሐመድ ሐምዲን ተባባሪ ፕሮፌሰር ኑር አብዲ ዶክተር መሐመድ ዘይን ኑር ሁሴንና ኡስታዝ አወል አብዱልሃብ በበላይነት አገልግሎቱን እንዲቆጣጠሩ ሰይመናል። ያለ ትርፍ ባደረም ያስቀምጡበት የወዲያ ቁጠባ ሂሳብ ትርፍ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን ሙዳረባ የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ ለኢንዱስትሪ ግባቶች ለንብረት ወይም ቃግዢ ለወጪና ገቢ ንግድ ለፕሮጀክት ለክራይ አገልግሎቶች ለርሻ ልማት ለሁሉም የንግድ አይነት የብድር ፍላጎቶን የሚያሟላ የሙራባ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ለኤክስፖርተሮች ልዩ የቅድመ ጭነት ፋይናንሲንግ አገልግሎት ለሁሉም የባንክ ዋስትና አገልግሎቶች ካፋላ የቤት ባለቤት መሆን ለምትፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ከወለነጻ የቤት መግዣ ብድር አገልግሎት በቀዳሚነት መስጠት ጀምረናል። በውጪ ምንዛሪ በሚከፈት ሂሳቦ ቅድሚያ 20% ይቆጥቡ ያለወለድ የቤት ባለቤት ይሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرفت بوهلا تملسنا كرفت بفيت إياكي نبرا بحرام يتقن يقنزب من النادرق يميلت إياكي إنا يهت إياكي لاني يمجمريك الرب سايهن رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب فما حكم المال الذي عنده تبلو يتطيقو تعلقو شيخ عبد العزيز ابن باز انديه لعلو عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى مجمره ودع الله يكرتا متيق علبت ويرد المال الى اهله ودبال بيته غنزون مملس علبت
ከሰው ያላግባብ መልሶ ከሆነ ጉቦ የተቀበላችሁ በጥንቆላ የወሰዳችሁ በስርቆት ገንዘብ የሰው ገንዘብ የወሰዳችሁ በማታለል የወሰዳችሁ በሙስና የወሰዳችሁ ለወሰዳችሁ በሰዎች መልሱ የቂያማ ቀን ጉዳችሁ ከመውጣቱ ከመፍላቱ በፊት ማለት ነው። فإن كان بمعاملة فاسدة سرقو سايحون حلال بالهونه غبيا بكونتروباند ويم خمر بمنجد عسكري نغروچن ادنزاجيصوچن بمشط مسارياوچن بمشط سو ميجدلبتن سو ميتقابتن لسول قيت ميابقاون بمشط غنزب ياكماچاچو سوچ كولد امطتاچو اوطتاچو حبتاموچي هوناچو وندموچنا هتوچ كولد ولد غنزب بولد مكينا غستاچو بولد بيت سرتاچو بولد نقد نقداچو يامطاچو كهونه يمجمرو فليتق الله اللهم افرات اللبل وليتصدق بما زاد عنها كحلال غنزبو يچمرون بمولو صدقه مستت اللبت ما عرف انه حلال يمسكه وما عرف انه حرام يصرفه في وجوه البر حلال يراسو غنزب مهونن كاوقه لراسو ياز لمثال 100 شي بر نبرو 1 مليون ونو سينكساكس ني نبرو 900 شي برو يسو ادلم كزي يترفوم حتى بيرسنتوم سيمتا ياننو يحال لو موسد يالبت نو سلازي من يادرغبتال الصدقه على الفقراء لدهوتشي صدقه استعماره دورات المياه التابعه للمساجد الى مسجد شنت بيتوچن بمسرات مسجد اتسرو ود مالت يهدو نو يالوت مالت نو لمانيوم በጣም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ለሄ ነው ገንዘብ እኮ حلالها حساب وحرامها عقاب دنيا ገንዘብ ማለት በحلال ከመጣ حساب አለው ምን አረክበት ከታ መጣው ምን ሰራህበት በحرام የመጣ ደግሞ በለየለት የመጣው እሱ ቁጣት ነው ስለዚህ ይሄንን መመሪያ ወይም ይሄንን አስተምሮት ያወቁ ሰዎች ሁሉ ራሳቸውን አስቀድመው قبر كمقباتاتشو بفيت لو راش تلو تدو وراش اندفلق يدن فابت ان السو امام الله كم من قلاتو يهنن قنزب هنجزي بوتا ماسياز ياسفل قالنو نعم السلام عليكم يوتيوبيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه رمضان وقت ما عايسما عايسما رمضان وقت ها يا كثير مش معناتنا ها ስታኖ ሻውን ገባላችሁ ግዜ አሁን ጎረቤት ሆኖ ዳፖ ምናምን ስጋታ አይነካው ያስገባሉ። ምን ያስገባሉ? ዳፖ ያው ሃይማኖታዊ በዓሉ ላይ አይሆንም ገብርኤል ሚካኤል ቅዱስ ዮሐንስ በሚባል በዓል ላይ ቆሎም ይሁን ዳቦ ቡናም ይሁን ሻይ አይሆንም ለስላሳም ቢሆን ከሃይማኖቱ ከዚያ ከበዓሉ ጋር የተገነኘ ስለ በዓሉ የተደረገው ማለት ነው በሌላው ቀን ከሆነ ግን ምንም ችግር የለውም بارك الله فيك جزاك الله خيرا ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ تياك نفسك اها አረ ቴሌፎኑ ቴሌቪዥኑ እኮ ነው የሚያናግረን እንድታናግር ከሆነ ዘጋርገውሱ
እሺ ወደ መስጊድ ለምሳሌ አዛን ካለ በኋላ ከገባን መስጊድ ታየት ለምሳሌ ነው መስገድ ያለብን ወላ ቀብልያ ነው ቀብልያ ነው መስገድ ያለብን ላ እንደ ገባ ለፈርድ ስትገባ ለፈርድ ስትገባ ጊዜ የለህም ፈርዱ ሶላቱ ገብቷል የዙሁር ሱና አስቀድሞ ያለውን ከሰገድክ ተህየተ المسጂድም የዙሁር ቀብልያም ሆኖ ይወድቃል ችግር የለውም አይዮ ፈጅር ለምሳሌ ፈጅር ሶላት ወደ መስጂድ ሄድ አዛን ሲል ደረስኩኝ የፈጅር ሱና ተሰግዳለህ እንደገባ በቃ ይበቃል ማለት ነው በሱ ነው መብቃቃት ያለበት ሁለት ጊዜ አይሰገድም جزاكم الله خير طيب كتني كذي بفيت يوم قياك تيقيقو سموت ووتر لاي لمثاله عند عند كذي سيبال سمو كلت 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 تقدات مشرشا لاي عند مغري 3تون ما الفال بس انت عند كذي عند مغري 3 يعني تشو تاع نقمت 3تو عند لاي مسجد يتعال عند مغرب ادلما عند مغرب ادلما عند مغرب شخص ديس حرم لاي عندما يادرغوت معناتنو ስለዚህ እንደ መግሪብ ሳይሆን መግሪብ ሁለተኛው ላይ ተቀምጠህ ለሶስተኛው እንደገና ነው የምትነሳው ዝም ብለህ ሁለቱን እንደሰገድክ ከተነሳ ትችላለህ አይዋ ጀዛኩም الله خير بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفريكا تيفي؟ أفريكا تيفي نعم تياكي نبين؟ إيشي كاللجو كامتها ونونجي لجو نايدا ولا وشي ونادنو عبرن نبرن يمو كرنو سبكاتو بيزيو نو تساكيني ستو تساكتو الله إيشي أنت لكو من دنو لدست إن شاء الله الوي تمن نبتياكي የማን ልደት የነብዩ ልደት የኢሳ ልደት የማርያም ልደት የልጅ ልደት የልጆች ምን ያረግልሃል የምን ልደት ምን ነው መታከብረው የዚህ ሁሉ خلق ልደት ሊከበር ነው የነብዩ ልደት አይሆንም የኢሳ ልደት አታክብሩ የነብዩ ኢሳ ልደት አታክብሩ የሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልደት ቀን አታክብሩ ብለን ያወገዝነ ያንተን የልጅና ያንተን እንትን እንኳን ይፈቀዳል እንደ እስላም ምንም ቦታ የለውም جزاكم الله خير بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ايوه تياكي نبره عندي هو قام يكون ما انقما الو ما انه يقما يلا افريكا تي في لو اهو ያው ለያገ ነበር አሀ አንድ ሰው ዝና ማድረግ حرام ነው ይባላል ተማ ይባላል ነው አዎ ለምሳሌ ምን ካልሆነ በስተቀር የራሱ ልጅና የራሱ አሽከር ካልሆነ በስተቀር የሚላል አራ እንደዚያም ይለለ ዚና ዚና ማድረግ ክልክል ነው ሚስቱና አሽከሩ ከሆነች በስተቀር የሚል ሚስት ላይ ዚና ይባልማ ገባኝ ሚስቱና የራሱ ባራ ካልሆነ በስተቀር ይላል ካልሆነ በስተቀር ምን ካልሆነ በስተቀር ያ ካልሆነ ትክክል የለም إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يا قبر سقاق نيونت كمستوشات شوغار وهم كقردوشات شوغارا كالهو نبستقر ليلاو بمولو يتكلك لنا ولا ليش ليش ليش
ይላል ያ ያ ባርከው ንካህ አድርጎ ነው በምን አይነት መልኩ ነው ሀቅ ይሆናል ባሪያ ብሎ ገስቷት ከገበያ አምጥቶ ከመርካቶ ገስቷት ያመጣት ባሪያ ብትኖር ኑሮ ያለ ኒካ ሐላል ነበረች የለም እንጂ አሁን በአለም ላይ የባርነቱ ነገር ታውጆ በአለም ስምምነት ተደርጎ ሁሉም ቦታ ላይ ነፃ ነው የሚል ስላለ ይቺ ባሪያና ትሸጣለች ተብሎ የሚቀርብ ሰው ስለሌለ እንጂ የሚገዛ ከሆነ እውነት በትክክል ያ ይሸጡ ይለወጡ በነበሩበት ጊዜ በባርነት ገስቶ ያመጣት ኒካህ ምንም ሳያስፈልግ ለሱ ሐላል ሆነች እዴ ዛላይ ስላል ገባኝ ያላውቅ አብሽር ጀዛከላሁ ኸይራን ብዙ ሰዎች ሰላም አለይኩም ሳዑዲያ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አይዋ አንድ ጥያቄ ነበረኝ ሁለትም ይሁን አብሽር እሺ መርሃባ ልጄን ነብያሊ ዮሱፍን መስር እንደበግ እንደገባ ይዘርሲፍ ነው ያሉት ነብያሊ ዮሱፍን ይዘርሲፍ ነው ያሉት መስር እንዳለ ምን አሉት እነሱ ይዘርሲፍ ይዘርሲፍ ስሙን ሲጠሩት ይዘርሲፍ አሉት አዎ እሺ እኔ ልጄን ይዘርሲፍ ብዬ ብጠራው ምን ነው ችግሩ ያንተስ ችግር የለውም ምን ማዕና ያለው ነው እንጂ የእሳቸውን ስም መቀየር ነው እንጂ الله سبحانه وتعالى وإن يوسف أنت مع أنه يوسف إن الله سبحانه وتعالى يوسف بلو سيموت نبي صلى الله عليه وسلم يوسف بلوت كذا وعلى يزرسف بلو مكير من دلنا وكل كلنا يا نبي يسمع يكيرهم يا أنت اللج يفلكوا للسيموت شلال لا أنا كل لجين لجين يزرسف بيجي بتارا وشقرنا وشقر الله بس وين وين منهم شقر اللو منهم شقر اللو يعني يوسف بتلو شقر اللو السلم شقر اللو قال هون يزرسف له لمن يزرسف له على بلو سوي سنة كراكرينو كويزرس الكو انت انت ناكو على سلطانو الناس لما تلو الله يبالال محمد لما تلو الله من بلو معناته نو علي لا لاندو تنستو كبده يلال منم شجر يلو دغس بيلو من شجر الله اشي اما سكنا يوسف بن يزرسف معناته جنس تت نو يين نوك لا انا سنا نفسنا عارفو لجين بشا يزرسف بينو مطرات يفلكوت اه طيب اش يا يوسف سم من داي مسله له معناته نو ني دمو يفلكوت اش 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 السلام عليكم اثيوبيا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه عند تعالى نبدا ياكي ما شاء الله يا ቢካ ናፍር ማለት ነው ማታደውዬ ነበር አጋጣሚ ተቋርጦ ነው አግራችን ላይ በባህል ቢካ ሲታሰር በባህል የሆነ ጎሳ ሊባል ነገር አለ ጎሳ አዎ ጎሳ ሊባል አለ አይደል ጎሳ ማለት ብሔሩ ብሔር ብሔረሰቡ እሺ ዘር ማለት ነው ብሔር ሳይሆን አዎ የትውልድ ቤት አንዳንድ ብሔር ያው ጎሳ የሚባለው ይሄ የተለያየ ሰዎች እንደሚጠሩበት ሳይሆን እኛ ጋር አሁን አንዳንድ ብሔር አንዳንድ ሰዎች የራሳቸው አካባቢ ያሉትን የሆነ በሴራር በምናምን ይለያዩቸዋል ያን እዛ ጎሳ አንድ ጎሳ ስለነበርን አትጋቡ ብሎ ክልክል አድርጎ ነበር እኛ ግን ሸሪ አፍርድሽትን በሽሪ አፍርድሽት ነው ሊካ ያሰር እኔ የሚገርመኝ የወንድማማች ልጆች ይጋባሉ እያለ ኢስላም እኛው ሙስሊሞች ነን እያልን በጎሳ የአንድ አያት የቅድመ አያት ዘሮች በፍጹም ሊጋቡ አይችሉም ብሎ ማሰብ በጣም ስተት ነው ነገር ግን እኮ ታዲያ አንዳንድ ጊዜ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ችግር ሊፈጥሩባችሁ ሁሉ ይችላሉ እኮ ይሄንን እንዴት ነው የምታልፉት ነው እንጂ እንደ ኢስላም ክልክል አይደለም አዎ አያው ምናልባት እናትና አባት ላይ ከተቀየሙ ከተከፉ በሚል ነው እንጂ ላ ላ ላ እናትና አባት ከኢስላም ውጭ ኢስላም ከሚያዝዘው ከሚፈቅደው ጋራ
هونو يميادر قد قريتا واغيلو ما سامن مچال اللباتشو على بلزي اكو اسلام بيق اللي سبوش سميت لهيرنو عندو عنات يهنن عينت عالفلقم ليلو عنات يهنن نقر عالفلقم إيالج ييراس هاتشو قليا وطونو يهن هلو الله لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق نبي صلى الله عليه وسلم بالواستمارو مع النمسو سوچن لتعزز ميشلو اللهم بما يسكي مبتنو الله بالفقدو نغر لاي الله بكلكلو نغر لاي كهونه ميغبوت حرامن سرا قالو حلالن تو قالو هاي هون بارك الله فيك ايوه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه ايوه السلام عليكم هاي تطالفوا يا شيخ تطالفوا اني كسودي نتا تلفزيونون زغوتا تلفزيونون كقنسكو عليكو سامعني الله مرحبا ايوه مرحبا وعليكم السلام ورحمه من فلك انا فلكت قدما هون تعيشوا تتدولوا يا كريستيان سداي بلال بتوالد بس مكنياتنا كريستيان يردو كريستيان يردو معناتنا اي ይህ ሄ ነገር እንዴት ሆኖ ነው መጀመሪያ እንደዚህ የተባለበት ምክንያት በምንድን ነው የተፈቀደው አይገባኝም ብዙ ልጆች እንደዚህ ይላሉ ብዙ ነገር እንደዚህ ይባላል እኛ አሁን ባለውበት ቦታ ላይ የክርስቲያን ስጋ እኮ ይበላል ብለዋል እየተባለ ይወራል እህ ይሄን ነገር ነገር يا كريستيان سغا مالت كريستيان مالت يا مصحف بالبيتوش ناتشو عدل نسواراوچ مالتنو اي اي يا نسواراوچ سغا يبلال تاديا كلكل نو اندي والله على وكم اني اندي برار لي نم فلقو اني كريستيان سغا انديت يبلال بيين ماكو هاو انيا غير لاي كريستيانو نا مسلمو ليلا نغير مليا يللو يمسل መለያየው ቢላዋ ነው ስጋ ነው ብሎ አሳድገውን እንጂ በእስላም አይሁዳና ነሷራዎች ያረዱት ስጋ ይበላል ችግር የለውም አትጨነቁ ግን መብላቱ ጥሩ አይደለም ለሌላው ስጋ ያለ እንደዚህ ያለ ጉዳይ ላይ የግድ በተለይ ሰው ደግሞ ማህበረሰቡ ይሄንን ግንዛቤውን ሳይበስል ሳይማር ሳይያቀው እንዲያው ክርስቲያን ስጋ ላይ እዚያ ላይ ሄዶ የሚገተርበት ምንም ምክንያት የለውም እንጂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መርዝ ያበላቻቸው አይሁዳ ዘይነብ አልይሁዲያ ተባላለች እሷ ግብጃ ጠርታቸው ነው እሷ አዘጋጅታ እንዲያውም የሚወዱት ስጋ የሃይነት ነው ብላ አስጠይቃ በዚያ ላይ ጠንከር አርጋ በዛ አርጋ ልትገላቸው ብላ የሰራቸውን ግብጃ يا ايهودا سغالاي نو هودو يتغابزوت نبيو عليه الصلاه والسلام جزاكم الله خيرا ايوه اني زي لا انتنوچ گداي لاي يا لدت بعلن سلام اكبر بميلو گداي لاي بزو علماءوچ هن النجر انستوال من يجعل له عيدا لميلاده يلدت بعلون يمياكبر بزو ازاون تاله كزي ابو هلا ما عنده مالفنا دمو يا غبابتن ماكبر جمره ليلاو دغمو يتشومبتن ياكبر معناتنو انغدي يتاسربتن كسر بيت يتفتابتن كله كاغر بيت كاغر يتباربتن كاغر بيت يتملسبتن دي نعموچ بمطوبت قطر يان كله ياكبر معناتنو بتام اسلام يوغزو اندي حالون سرافتنت نو
كل هذا منكر نلاله شيخ ابن باز. عيدا له أو لأمه أو لبنته أو لولده، كل هذه التي أحدثوها الآن تشبها بالنصارى أو اليهود لا أصل لها. ليلا هيمانوتو تشين يميك كتلو سوج يهن النقر سلسة روت بيتشا تكتلو يميش روت نو ولا أساس لها. عيد الأم يناتوش كان أو عيد الأب يباتوش كان وياقوتوش كان ويسو زر كان يتبالي يميك كبرتك هونكو يوشت كان هونكو يساك كان تكبره يوشت كان يساك كان يتبالي كان اسكمي يازل الدرس يبدوش كان ملي هوني كلان النزي النزي هالوك أنوشين بعلات عايزو ماكبر بإسلام بفسهم يتكلك كلنونا رأسات شهون كندي هالو بيدعوش مكلكلنا ما راك أجبات شو هلا مالتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወልደ ነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት ጀመረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሸሪዓ ፋይናንሲንግ መርሆች ላይ የተመሰረተ ከወልደ ነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት መጀመሩን ስናበስሮ በደስታ ነው። አንቱ የተባሉ የሸሪዓ ምሁራንን ዶክተር ጄላን ከድር፣ ሼህ መሐመድ ሐምዲን፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር ኑር አብዲ፣ ዶክተር መሐመድ ዘይን ኑር ሁሴንና ኡስታዝ አወል አብዱልሃብ በበላይነት አገልግሎቱን እንዲቆጣጠሩ ሰይመናል። ያለ ትርፍ ባደረም ያስቀምጡበት የወዲያ ቁጠባ ሂሳብ፣ ትርፍ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን ሙዳራባ የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ፣ ለኢንዱስትሪ ግባቶች፣ ለንብረት ወይም ዕቃ ግዢ፣ ለወጪና ገቢ ንግድ፣ ለፕሮጀክት፣ ለክራይ አገልግሎቶች፣ ለርሻ ልማት፣ ለሁሉም የንግድ አይነት የብድር ፍላጎቶን የሚያሟላ የሙዳራባ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ለኤክስፖርተሮች ልዩ የቅድመ ጭነት ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለሁሉም የባንክ ዋስትና አገልግሎቶች ካፋላ። የቤት ባለቤት መሆን ለምትፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ከወለድ ነጻ የቤት መግዣ ብድር አገልግሎት በቀዳሚነት መስጠት ጀምረናል። በውጪ ምንዛሪ በሚከፈት ሂሳቦ ቅድሚያ 20% ይቆጥቡ፣ ያለወለድ የቤት ባለቤት ይሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑ